بسم الله الرحمن الرحيم. انا صعب بحضراتكم لما سمعت على الاخبار بتاع مكافحه الفساد ومنظمه مكافحه الفساد واكاديميه مكافحه الفساد ومحدش عارف هي منظمه ولا اكاديميه. بصراحه انا قعدت اقول احنا محتاجين نقعد ندور بقى، احنا عايزين نفهم المنظمه اللي طلعت مره واحده بتاع مكافحه الفساد وفساد رياضي، لا ده فساد عام. انتوا طلعتوا امتى يا جماعه؟ ما حدش سمعكم يعني ايام جوزيف بلاتر وايام بلاتر ما كان بيتحقق معاه هو ورجالته وما حدش كان سامع عنكم خالص، انتوا كنتوا فين ساعتها؟ قال لك لا اصل دي منظمه لسه جديده. طب تمام كويس، يعني ايه القضايا اللي كسبتها قبل كده؟ والله ما فيش قضايا كسبتها. طب ايه الحاجات اللي ساهمت فيها قبل كده؟ والله ما فيش حاجات ساهمت فيها قبل كده، بس هي اصدرت بيان شديد اللهجه للفيفا، بتحذر فيه الفيفا وبتقول للفيفا ان احنا معانا ادله ومستندات جمعناها بناء على تقارير حكام الفار لبكاري جسامه، وهم كانوا بيقولوا لبكاري جسامه ارجع في لقطه الهدف الاول المنتخب الكاميروني للفار، بس بكاري جسامه كان رافض. اللي هو يا جماعه حلو الكلام ده، لذيذ الكلام ده، في الاوراق بقى اللي معاكم؟ قال لك بص احنا هنطالب الفيفا ان هم يحكموا في القضيه للمنتخب الجزائري. طب في الاوراق اللي معاك؟ انت مش معاك ادله؟ في الاوراق اللي معاك؟ بص احنا عايزين المنتخب الجزائري يوصل لكاس العالم قطر 2022، ما عندكش ادله خالص؟ طب الكلام على ايه طيب؟ قال لك لا ده رئيس المنظمه السيد مراد مزار راجل جزائري، راجل عنده انجازات كتير، راجل كان قبل كده شغال تقريبا في حاجه برضو زي مكافحه الفساد بس كان فساد رياضي وقتها، وانتخب للجمعيه دي او المنظمه دي او الاكاديميه دي. طب ماله مراد مزار؟ ما راجل جزائري محترم. عزيزي السيد مراد مزار الاسبوع اللي فات سرب اخبار للشروق ان هو عايز يترشح لرئاسه الاتحاد الجزائري او الفاف او الاتحاديه. ايه ده؟ يعني مراد مزار ده عايز يترشح يكون بديل لشرف الدين عمارة؟ اه عزيزي، بس انت ما سمعتش عنه الاسبوع اللي فات، بس الاسبوع ده سمعك عنه بطريقته. شفت اللعبه حلوه ملعوبه صح؟ لعيب، عشان كده بصراحة عجبني اللعبة الحلوة لازم تعجبك. اللي هو بسم الله ما شاء الله الراجل عمل لنفسه حرفيا احلى دعاية وتسويق ان هو يكون بديل شرف الدين عمارة، في حين الناحية التانية سيد محمد روروة برضو بيقود ملف ملف الفاف في الفيفا بنفس الطرق، اللي هو عنده علاقات وبيحاول ان هو يتدخل علشان خاطر يزق الملف شوية. يعني بسم الله ما شاء الله الخناقة حرفيا على منصب شرف الدين عمارة. الموضوع كله موضوع شرف الدين عمارة، موضوع ان واحد بيزقه من هنا واحد بيزقه من هنا، حتى معاه ادله، هل ده معاه ادله؟ مش مهم، المهم ان هم الاثنين يعرفوا يخدموا مصلحه الملف الجزائري بس. واحد هيجيبها بقى منظمه فساد، منظمه بطيخ، منظمه محدش عارفها غيره اساسا، مش مهم، المهم انك تعرف تكسب رضا الناس وتعرف تزوق الملف، ما عرفتش تزوق الملف هتكسب رضا الناس وتبلي الناس ان انت واقف في صفهم، ونفس الكلام بتاع الناس اللي بتقوله انت بتقوله، الحكم سيء لازم يتعاقب، لازم الحكم سيء ويتعاقب، الحكم ما رضيش يرجع للفار، الحكم ما رضيش يرجع للفار، معانا ادله ومستندات، معانا ادله ومستندات، حلوه الدماغ دي؟ حلوه الدماغ دي بصراحه يا استاذ مراد، بصراحه عجبتني جدا. عزيزي حط لك رابطين تحت للسيد مراد عزار وهو بيتكلم على الترشيح لرئاسه الفاف. وعايز برضو حد من الناس اللي هتكدبني يقول لي ايه هي القضية اللي شاركت فيها منظمة الفساد العالمية قبل كده، قبل كلام على مباراة الجزائر والكاميرون. ورغنك على اللي انت عايزه انك مش هتلاقيهم اي قضية، بس بصراحة ماركتنج كويس وملعوبة بس صعبة بالنسبة للسيد مراد، تقديم نفسه كبديل شرعي لشرف الدين عمارة، راجل بيقول نفس الكلام اللي الشعب الجزائري بيقوله. تمام حلو الكلام ده، نفسنا نشوفك يا عم انت واي حد بتتنافسوا على مركز شرف الدين عمارة، بس المشكلة كلها المنتخب اللي انتوا عمالين تستغلوه والناس اللي انتوا عمالين تبيعوا لهم الوهم. مش كتير كده يا عم مراد، مش كتير بجد والله، يعني الناس بدات تتعلق بامال وطموحات وبدات تحس ان المنظمه بتاعتك دي اللي انت فاتحها انت وجماعه حرفيا اصحابك وما لكمش اي دور في اي قضيه فساد في الفيفا ولا لكم اي دور في اي حاجه، وكل اللي انتوا بتعملوه انكم بتطلعوا بيانات لا اكتر ولا اقل. هل انا بقلل من الحدث والقيمه؟ والله ابدا، بس انا شايف ان الراجل بيلعبها بزياعه وبيحاول يستغل منصبه علشان خاطر عينه على راس الفاف لا اكتر ولا اقل. الراجل هيموت ويمسك الفاف، مسكوه يا عم الفاف كويس، عمل بيان اهو ورى الناس كلها مين مراد مزار. انا واقف معاكم بحميكم، نفسي الماتش يتعاد، نفسنا نصعد كلنا، انا بنفذ نفس الكلام اللي انتوا عايزينه، ترضوا بيا ان انا امسك الفاف ولا لا؟ انما الكلام على تاثير اعاده مباراه ما اعتقدش ان الكلام ممكن يكون حقيقي، وكلامه في نهايه الخطاب او نهايه البيان بتاعه ان هو بيفكر انفانتينو ان المباراه دي لو تم الحكم فيها لصالح منتخب الكاميرون هيكون حاجه سيئه ليك، لان انت عارف ان انتخابات 2023 جايه اللي انت عايز تترشح فيها لولايه ثالثه. فالكلام هنا باين ان هو كلام مرسل لا اكتر ولا اقل، دي وجهه نظر انا، عشان كده عزيزي انا اخرت الفيديو للساعه 4 الفجر.
عايز تسمع اي حاجه تانية روح اسمعها في حته تانية يا عزيزي. بس ده رايي انا، شايف ان الراجل بيحاول يماركت نفسه علشان يترشح للوظيف لا اكتر ولا اقل. والصراحه حاجه محترمه انك تحاول تخدم بلدك باي طريقه مهما كانت ملتويه علشان خاطر توصل لمصالحك الشخصيه، بس برضو تعجب الناس. هو عجب الناس ويحاول يوصل لمصالحه الشخصيه. انا بحب اللعيبه وبحب الناس اللي بتعرف تلعبها كويس، بس انا ما بعرفش العبها كويس وما بحبش ان انا اخيط الناس وبحب اقول لهم الكلام اللي هم عايزين يسمعوه. عشان كده ما حدش بيعمل لايكات ولا بيعمل سبسكرايب، بس مش مهم، المهم انك تقول الحقيقه للناس. وهسيب لك برده الاخبار.